مرة عباس تونسية مواطنة قبل كل شيء مواليد جربة في الحقيقة جو سوي دانسوز وكوريغراف بالنسبة لي أنا ما تشتيح سي ما في روحي وعقلي وهذيك الحاجة أكثر حاجة تجبدني معناها تشتيح في دمنا حاجة مش لازمة حاجة طبيعية معناها هو الكولور نستعملوه في الظلمة اللي عايشين فيها une manière de vivre, une façon de penser la vie. Ma tsawrch hayati men ghir dans wala ma tsawrch hayati ana manch shakhsan nashtah fi piece ma najib rabbi yarhamu wala ma marwin rouin wala ma nsrin wala ma imed jamaa wala ma sahabi wa el marghni bdis hashish kol maanaha fahmt ma tsawrch vraiment c'est une génération qui dit beaucoup de choses la génération ex génération zada qadin harbu ala shay hadaya نحن بزوان معنا للفن في الدنيا نحب نكمل نجتاح ديما امبوسيبل نبطل هالحاجه هذه ما نجمش ما نجتاحش دونك نتشرف لينا راقصه وفرحانه برشا توا لازمنا نخليو لهم بلاصه تطلعني نبني ودنيا زينه دنيا زينه دنيا فن وكيف وعيشه بنينه وعيشه بنينه ومن دنيتهم فكنا يزينه تبعني نبني ودنيا حرة في سماها نضوى وشمس وقمرة تبعني نبني ودنيا حرة في سماها نضوى وشمس وقمرة